السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربة أساس إن شاء الله هي جدا نخرج من جو المعايرة، يعني مو نخرج فرد نوم، ولكن إن شاء الله سهلة. تحكي عن الأكسدة والاختزال. فكرة الأكسدة أو الاختزال، الأكسدة لها أكثر من تعريف. الأكسدة الأكسديشن، الأكسدة تعني شغلتين، تعني فقدان الكترون وتعني اكتساب اكسجين. المصطلحين صحيح، كل واحد له وجه معنى. المادة اللي تاخذ الاكسجين تصير متأكسدة، والمادة اللي تفقد الكترون يعني متأكسدة. فالأكسدة يعني فقدان الكترون او يعني اكتساب اكسجين. الالكترون يعني هاي بمجال الذرات والشحنات، اكتساب اكسجين يعني تصير اوكسايد مثلا الحديد. اي الموجب ثلاثه، من تحط طويل الاكسجين شو يصير؟ يصير عفوا بالتفاعل Al2O3 اوكسيد الحديد الثلاثي. اقدر اعتبر ان الحديد تاكسد. ليش تاكسد؟ تاكسد لانه كسبه اكسجين، كسب ذرات اكسجين. كان Al1 صار Al3، تمام. فالاكسدة هي اكتساب الاكسجين، وبعد هذا الموجب 3 فقد من شحنته، فقد الكترون، تمام. بالتالي ايش صار؟ بالتالي صار انه فقد الكترون، صار موجب 2 وهنا سالب 2. فهنا موجب 2 وهنا موجب 3. شوفوا هنا 3 وهنا 2، ايش صار بي؟ شوف ايش صار بي، فقد الكترون. بالتالي ان الاكسده هي فقدان للالكترون او اكتساب للاكسجين. عكسها الاختزال. الاختزال الى معنى وين؟ الاختزال هي اكتساب للالكترونات او فقدان الاكسجين. طبعا شيء عكس الثاني، الاكسدة والاختزال شيء عكس الثاني. الاكسدة فقدان الكترون او اكتساب اكسجين، ما الاختزال فهي اكتساب للالكترون او فقدان للاكسجين. إذن الأكسدة هي فقدان الكترون أو اكتساب أكسجين، الاختزال هي اكتساب أكسجين أو فقدان، عفوا اكتساب الكترون أو فقدان أكسجين. فشي عكس الثاني، أكسدة فقدان الكترون واكتساب أكسجين، اختزال اكتساب الكترون وفقدان للأكسجين، تمام. يعني هاي شيء حفظي، إنه أنا لازم أعرف شنو الأكسدة وشنو الاختزال وشنو تعني بكل واحدة بيهم. معلومة، لا تحصل أكسدة إلا بحصول اختزال، وبالعكس لا تحصل اختزال إلا بحصول تمام. ما تصير أكسدة إلا يصير اختزال، وما يصير اختزال إلا يصير أكسدة. فهن الثيناتهم واحد ويا الثاني ما يتفارقون. عندنا أكسدة يعني فقدان إلكترون يعني اكتساب أكسجين، اختزال يعني اكتساب أكسجين، العفو اكتساب إلكترون وفقدان أكسجين. ولا تحصل الأكسدة إلا مع الاختزال، ولا تحصل الاختزال إلا بحصول الأكسدة. يعني إذا تصير أكسدة لازم يصير اختزال، ما تقبل غلط. المادة اللي تتأكسد تتقابلها مادة تختزل، لأن منه اللي راح يفقد ومنه اللي راح يكتسب. خما أنا يكتسب الكترون من الهواء أكيد أكتسبه من ذرة ثانية، أو خما أنا يكسب أكسجين من الهواء أكيد من عنصر ثاني.
فالأكسدة والاختزال هي يعني مترافقتان، واحدة تحصل ويا الثانية. طيب شوفوا الملاحظة الجديدة، المادة التي تتأكسد شنو اسمها؟ اسميها عامل مختزل، والمادة التي تختزل ش اسميها؟ عامل مؤكسد. هسه افهمكم على هذه المادة اللي هي تتأكسد تعتبر عامل مختزل، والمادة اللي هي تختزل تعتبر عامل مؤكسد. شون يعني؟ راح افهمكم على الحديد. اي الموجب 3 زائد O2 سالب 2 ينطيني Al2O3. هذا شحنته موجب 2 وهذا موجب 3. الحديد اش صار بي؟ فقد الكترون. يعني اش صار بي؟ يعني تأكسد. الأكسجين اش صار بي هنا؟ اختزل. الأكسجين صار بي اختزل. ليش اختزل؟ لأنه اكتسب الكترونات. فالمادة اللي تتأكسد تتقابلها مادة تختزل، هاي ثبتنا المعلومة. طبعا مثال توضيحي، لا حد يطير وراي على الشحن وعلى كل شيء، مثال توضيحي. المادة اللي تتأكسد تقابلها مادة ثانية تختزل. زين، هاي المادة اللي تأكسدت تعرفون شو أسميها؟ أسميها عامل مختزل. شنو يعني عامل مختزل؟ يعني هي اللي انطت الشحنة، هي اللي انطت الشحنة للأكسجين وساعدت على الاختزال، فهي العامل المختزل، هي اللي ساعدت على الاختزال. وبالعكس الأكسجين اختزل، شبيه الأكسجين اختزل، فهو يعتبر عامل مؤكسد. عامل شبيه مؤكسد. ليش عامل مؤكسد؟ لأن هو اللي أخذ وخلى المادة تتأكسد. تمام؟ فدحكوا الفكرة شنو؟ آني تأكسدت، آني تأكسدت مو؟ زين، آني تأكسدت شو صار؟ انطيت إلكترون الغير مادة، انطيت إلكترون الهاي المادة، هي سالب 2 خلينا نقول صارت موجب 3. تمام؟ انطيتها الكترون، هاي كأرقام فرض. تمام؟ اني يعني اني ساعدت بالاختزال، فاني اعتبر عامل مختزل، مع العلم انت اكسدت بس اني عامل مختزل. ليش؟ لان ساعدت بالاختزال. طيب اني هنا اختزلت، هنا اختزال، هنا اكسد طبعا. فالفكرة هو شيء عكس شيء، اني اختزال يعني اني اخذت هذا الالكترون، انا بكته. طيب انا اللي ساعدت بالاكسدة، ليش ساعدت بالاكسدة؟ لان انا بكت، انا بكت من المادة، انا اللي اكسدتها، فاني اعتبر عامل مؤكسد. هذا ملخص، ما حد فهم يمكن، راح ارجع اعيده. دحبوا اكسدة فقدان للالكترون، اختزال اكتساب للالكترون، هاي انتهينا منها، عرفنا شنو اكسد وشنو اختزال. طيب عامل مؤكسد هو المادة التي تختزل، عامل مختزل هي المادة التي تتأكسد. شي عكس شي، شي عكس شي. المادة اللي تتأكسد هي عامل مختزل، والمادة اللي تختزل هي عامل مؤكسد. ليش؟ لأن اللي تأكسدت هي أنطت الإلكترون وساعدت بالاختزال فسمى عامل مختزل، واللي اختزلت هي اللي أخذت الإلكترون فأكسدت ذيك المادة، يعتبر عامل مؤكسد. فشي عكس شي، اللي تتأكسد هي عامل مختزل، واللي تختزل هي عامل مؤكسد. انتهينا من كل شي. بعد آخر ملاحظة ونختم الأكسدة والاختزال، إن الأكسدة تصاحبها اختزال، ولا تحصل أكسدة بدون اختزال، ولا يحصل اختزال بدون أكسدة. ثلاث معلومات بس.
عرفت شنو اكسيد شنو اختزال، من اللي يفقد من يكتسب. العامل المؤكسد هي الماده التي تختزل، والعامل المختزل هي الماده التي تتاكسد، شيء عكس شيء. ولا تحصل اكسده الا بحصول اختزال، او لا يحصل اختزال الا بحصول اكسده. انتهى الاجزاء كليته او التجربه. نرجع نقرا تما دوخكم بي. التجربه السادسه اوكسيديشن اكسده وريدكشن والاختزال. رياكشن يعني تفاعل، تفاعلات الاكسده والاختزال. مقدمه انترودكشن. موست كيميكال رياكشن، معظم التفاعلات الكيميائيه. كيميكال كيميائي، رياكشن تفاعل. كان بي كلاسيفايد، يمكن تصنيفها، كلاسيفايد تصنيفها، از بينج، على انها، ايذا، اما حوامض او قواعد. هاي تصنيف اولي. والتصنيف الثاني شنو هو؟ التصنيف الثاني يقول لك اوكسيديشن او ريدكشن. هذن مختصرات راح اشرح لكم عليهم، هذن مختصرات. الريد، عفوا احاول اشرح لكم صحيح. الريد يعني اختزال، الاوكس يعني اكسده. هاي عوامل اختصارات. هيك راح يكتب، بعد ما يكتب اختزال يكتب هيك ريدكشن، ريد بس ريد. اوكس يعني اكسد، جاي من اوكسيديشن، فاوكسيديشن اختصارها او اكس، ريدكشن اختصارها ريد. تمام، عم بدنا نكون بالصوره، خلينا نغير اللون مال ريدكشن. هاي ريدكشن اختصارها هذا اختزال، والاكسد اختصارها او اكس. فيقول لك المواد الكيميائيه تصنف على انها اما حامض او قاعده، او يمكن تصنيفها على انها اكسده او اختزال. فهذا التصنيفات، تصنيفات اما على اساس الحوامض او القواعد، او على اساس الاختزال والاكسده. تعريف الاكسده شنو؟ الاوكسيديشن، الاكسده شنو هي؟ يقول لي الاكسده is defined، تعرف as، على انها فقدان لواحد او اكثر من الالكترونات، one or more electron، بواسطة الذرة. اذا الاكسده هي فقدان الالكترونات، احفظوا اكسده فقدان الالكترونات. تعريفها الثاني شنو؟ تعريفها الثاني راح اخليه بغير لون. تعريف الاكسده الثاني اور، او على انها انكريز، زياده في عدد الاكسجين، اوكسيديشن نمبر، يعني بين قوسين شنو؟ جين اوكسجين، الحصول على الاكسجين، وفقدان الهيدروجين. الخص لكم الاكسده، أكسدة تعني ثلاث شغلات حسب ما مكتوب: اكتساب أكسجين، فقدان هيدروجين، فقدان إلكترون. هي إما اكتساب أكسجين يعني أكسدة، او فقدان هيدروجين يعني اكسده، او فقدان الكترون يعني اكسده، كلهن نفس المعنى صحيح، كلهن نفس التعريف. تمام تمام. اما الاختزال الريدكشن شنو تعريفه؟ الريدكشن is the opposite، هو المعاكس مال الاكسده، of الاكسديشن. تمام، that is، وبالتالي شنو يعني؟ اسكوزيشن one or more الكترون، يعني اكتساب الكترون او اكثر بواسطة الذرة. بالتالي decrease، نقصان in oxidation number، في عدد الاكسدة، يعني فقدان بالاكسجين او الحصول على الهيدروجين. راح نلخص هسه لخصنا الاكسدة هاي اللي يريد يكتبها، همه اكتساب اكسجين، فقدان هيدروجين، فقدان الكترون. الاختزال شنو ملخصها؟ الاختزال واحد اثنين ثلاثة. الاختزال تعني اكتساب، اكتساب شنو؟ الكترون. وبعد شنو تعني؟ فقدان اكسجين، يعني انا اخسر اكسجين من ذرتي، من تركيب الجزيئي. او تعني اكتساب هيدروجين، هاي نحفظها. اذا صار واحد من ذن الشروط فاعتبر المادة قد اختزلت، إذا اكتسبت إلكترون حسب عدد الذري ماله، أو إذا فقدت أكسجين، أو إذا اكتسبت هيدروجين.
بهاي الحالات الثلاثة تعتبر المواد مختزلة. هاي شروط الاختزال. طيب أنا عرفت شنو أكسدة وشنو اختزال. ملاحظة إيش قايل لي؟ قايل لي الأكسديشن الأكسدة can never take place، لا يمكن أن تحدث without reduction، بدون حدوث اختزال، يعني ما تصير أكسدة إذا ما يصير اختزال. تمام؟ ليش؟ لأن واحد ينطي واحد يأخذ. يعني أنا إذا جيت اكتسبت إلكترون منين أخذته؟ أكيد من مادة ثانية، فاللي يكتسب جاي يكتسبه من مادة ثانية جاء تنطي. فيقول لك because، ليش ما يصير أكسدة إلا اختزال؟ because لأنه something أحد المواد must be applied to pick the electron، أحد المواد قادرة على استقبال إلكترون أو فقدانه بواسطة عدد الجزيئات المؤكسدة. شيء على شيء جاي يقول لك إنه المادة اللي تفقد تقابلها مادة تكتسب، والمادة اللي تكتسب تقابلها مادة تفقد. يعني أنا جاء أكتسب لأن مادة فقدت، أو أنا جاء أفقد لأن مادة جاء تكتسب جاء تأخذ مني، فشي يأخذ من شيء. فقال لك ليش ما تصير أكسدة إلا اختزال؟ لأنه المادة اللي تستقبل إلكترون تقابلها مادة تفقدها عن طريق أعداد الجزيئات المتأكسدة. هاي معلومات بديهية واضحة لحد الآن، ما أعتقد بها شيء ولا تحتاج إنه ندوخ نفسنا بها. مجرد نعرف هذا المخطط اللي فوق هذا مال انه الاكسدة شلون يصير واختزال شلون يصير. هسه شو يقول لي؟ قال لي as electron، على ان الالكترونات can not excite، لا يمكن ان تظهر او ان تكون free حرة for a very long، لفترة طويلة lens، بالتالي that oxidizes، مصطلح الاكسدة شو يسمون عليه؟ يسمونه عامل مختزل. يعني راح يقول لك ان المادة المتأكسدة هي عامل مختزل. من تسمع كلمة اكسدة يعني هي عامل مختزل، reducing against عامل مختزل. تمام؟ ليش ها السؤال هسه الأصح، ليش المادة المؤكسدة هي تعتبر عامل مختزل؟ يقول لك لأن الإلكترونات المفقودة لا يمكن أن تبقى، لا يمكن أن تبقى حرة في الجو، لازم مادة تكتسبها. فهاي المادة اللي تأكسدت تروح تنطيها المادة الثانية تختزلها غصب عنها تنطيها. فلهذا تعتبر المادة المؤكسدة هي عامل مختزل، لأن الإلكترونات لا يمكن أن تبقى لفترات طويلة حرة في الجو الطليق. تمام؟ تمام. لهذا أن المادة التي تتأكسد هي مادة تعتبر عامل مختزل. بالعكس هسه يقول لك while بينما substance المادة sneezed for that is reduced، يقول لك بينما المادة التي اختزلت ايش تعتبر؟ تعتبر عامل مؤكسد. شوفوا عكس، المادة التي تأكسدت هي عامل مختزل، بينما المادة التي اختزلت اللي صار بها اختزال اللي اختزلت شنو هي؟ عامل عكس، بس احفظوها عكس، عامل مؤكسد، تستقطب الإلكترونات الحرة. المادة المؤكسدة هي عامل مختزل، والمادة المختزلة هي عامل مؤكسد. تمام؟ ليش السببين نفسهم؟ ليش يقولك المادة ما اللي تختزل تتأكسد؟ لأن الإلكترونات ما يصير تظل حرة بالجو لفترة طويلة. هذا الجواب ما السببين. إذا قالك ليش تعتبر المادة المؤكسدة مختزلة والمختزلة عامل مؤكسد؟ تقول لي لأن الإلكترونات لا تستطيع كان نوت إكزات، لا تستطيع البقاء حرة لفترات طويلة. هذا السبب الرئيسي. As in the following equation، كما في المعادلة الآتية of the reaction لتفاعل الجلوكوز ويا الاكسجين. The supplies is مثل ما تشوف بالتفاعل اللي جوه الذي يوفر معظم الطاقة المتطلبة بواسطة الخلايا الحية. هاي معلومة عامة، يعني شلون ما واحد يلقح لك معلومة يقول لك تفاعل هذا من هنا، تفاعل الجلوكوز مع الاكسجين يعتبر أحد التفاعلات الذي ينتج معظم الطاقة التي تحتاجها الخلية، نسميه بناء الضوئي.
احنا نذكر انه تفاعل الاكسجين ويا الجلوكوز بوجود ضوء الشمس ينطيني شنو؟ انرجي، طاقة. فهاي معلومة بديهية. بس ليش ذكر التفاعل؟ ذكر التفاعل لان بيأكسدة وبيختزال. اش بي؟ بيأكسدة وبيختزال. فهناش قال لي الجلوكوز هذا يعتبر مادة متأكسدة، بينما الأكسجين مادة مختزلة. ليش الجلوكوز متأكسدة؟ لأن راح ياخذ هذا الأكسجين راح يستقطبه، بينما الأكسجين راح يفقد، فما يظل الأكسجين بالنواتج. شوف النواتج ما بي أكسجين، بالتالي الأكسجين هو مادة مختزلة. زين، إذا أريد أطبق المعلومات، المادة المختزلة هي شني؟ هي عامل مؤكسد، بينما المادة المتأكسدة هي شنو؟ عامل مختزل. الفكرة إنه المادة اللي تتأكسد هي اللي تختزل المادة الثانية، والمادة اللي المختزلة هي اللي تأكسد الأولى، تمام؟ هي اللي تسبب لها الأكسدة. فالمادة المختزلة هاي نحفظ التفاعل نفس ما هو، مو نحفظ عمود يعني كتابة التفاعل، لا، نحفظ عمود كلمة reduce و oxidizes. oxidizes يعني مادة مؤكسدة، وسسمة reduces يعني مادة مختزلة. فإذا جاب لي سؤال طاني هاي التفاعل وقال لي الأكسجين شنو يعتبر، يقول لي reduces مختزل. وإذا قال لك الجلوكوز C6H12O6 قل له متأكسد. إذا جاب لك سؤال وقال لك ماذا يعتبر الأكسجين، هل هو أوكسيد أجينت لو ريديوس أجينت، عامل مؤكسد لو مختزل، قل له عامل مؤكسد، والجلوكوز يعتبر عامل مختزل. هاي الفكرة، هاي أصعب الأفكار ممكن تجي صراحة. المنزلة واضحة، يعني التجربة جاء تحكي عن أمور بديهية، بس احنا نأخذها حتى ما نخلي مادة تكون بها صعوبة معينة. تفاعل ينتج لي طاقة، هاي الطاقة هي اللي تحتاجها الخلية للبناء الضوئي ولعمليات أخرى في داخل الخلية. تمام. طيب، هاي ملخص أكسدة الاختزال. هنا اش قايل لي؟ هنا راح يعطيني معلومات يعني بديهية. قايل لي ماني أنتيسبتك، العديد من الأنتيسبتك يعني مضادات مطهرات، يعني مضاد بكتيريا، مضاد عوامل، يعني عوامل شلون نقول بكتيريا، طفيليات، هاي مضادات ايش يسمونهن انتيسبتيك، يعني نقدر نسميهن انتيسبتيك، مطهرات، منظفات. العديد من المنظفات تمتلك خواص لقتل البكتيريا، كيلينج بكتيريا. ليش اقول لك هاي المنظفات تقتل البكتيريا؟ بيكوز، لانها، خلينا نغير اللون، بيكوز لانها إما تكون مواد مؤكسدة أو مختزلة، عوامل أكسدة أو اختزال. يعني هاي البكتيريا وهاي المادة المطهرة، فهي لو تأكسد البكتيريا وتقضى عليها لو تختزلها بداخلها، بالتالي أول وتالي البكتيريا راح تموت. فيقول لك المطهرات هي إما تكون عوامل مؤكسدة أو مختزلة حسب نوعها، إما عوامل مؤكسدة أو مختزلة. من بينها among this، من بينها الكلور، كلوراين يعني الكلور، هذا الكلور يستخدمونه مرات بتعقيم المنازل او حتى مرات يحطون بالمي كلور حسب محطات تصفية، انه اذا كان الماء بدرجة من الملوحة او درجة انه مو نظيف يحطوا له كلور حتى يتنظف ويجينا طعم الكلور بالمي. فيقول لك بين هذه المطهرات اللي هو كلوراين الكلور، اش بي؟ which والذي oxides، الذي يؤكسد المواد العضوية، organic matter. ها جدا مهم، إذا قال لك الكلور شو أكسد، كل المواد العضوية، الكلور يؤكسد المواد العضوية، organic matter. and bacteria، ويؤكسد البكتيريا، and so is، وبالتالي added to water، يضاف للماء، لجعله to make it free of bacteria، خاليا من البكتيريا. رجعنا السؤال، قال ليش نخلي كلور بالماء حتى يقضي على البكتيريا؟ ليش؟ لان الكلور يؤكسد المواد العضوية ويؤكسد البكتيريا. اذا شغل الكلور شلون يصير؟ كلور يؤكسد منه، يؤكسد شغلتين، يؤكسد البكتيريا واي مادة عضوية،
بالتالي ايش راح يسوي؟ يتخلص من هين ويخلونه بالماء. اذا قال ليش يخلون الكلور بالماء؟ ليتخلص من البكتيريا بواسطه اكسدتها. بس جدا مهمه انه شلون يتخلص منها؟ بواسطه الاكسده. هاي كلمه اكسده جدا مهمه، احنا اشرككم عليها. هاي الكلمه هاي اوكسايدز، هو ما يختزل، هو يؤكسد المواد، يؤكسد البكتيريا ويؤكسد المواد العضويه. بعد ذاكر لي قال لي اذر كومنلي، احد الاستخدامات الشائعه كعوامل مؤكسده من هو؟ شوفوا الفرق، لحقوا، انا ما ادري ادوخكم، بس من تسمعون عوامل مؤكسده يعني هاي الماده هي مختزله، يعني عكس. فوق قال لي الكلور هو ماده مؤكسده، ما قال لي هو عامل مؤكسده او مختزل، ما له علاقه، قال لي مؤكسده قبل. هنا ايش قال لي؟ قال لي احد العوامل المؤكسده اللي هو يؤكسد المواد من هو؟ بوتاسيوم برمنجنات، برمنجنات البوتاسيوم اللي هي KMnO4، تمام؟ إذن يعتبرين عوامل مؤكسدة اللي هنا منو؟ برمنجنات البوتاسيوم ومحلول اليود، يوديد بوتاسيوم سولوشن، اللي شو يسمونه؟ يسمونه لوجلس سولوشن، محلول لوجيولس، هذا محلول مطهر، تمام؟ اللي هو يعتبر عامل مؤكسد. That are used، الذي يستخدم في treatment، معالجة الانفكشن، معالجة شنو؟ العدوى. And minor cut، وحالات الجروح الصغيرة، تمام؟ يعني إذا أنت مجروح جرح خفيف، شنطك الدكتور برمنجنات البوتاسيوم أو محلول اليوديد حتى تعقم هذا الجرح وتتخلص منه، أو في حالة عدوى لا سمح الله، عدوى بكتيرية أو طفيلية أو فطرية، ينطيك برمنجنات البوتاسيوم. أختصر لكم السالفة حتى ما اطولها عليكم. عندنا المطهرات هن كلوراين، شو يعتبر؟ يعتبر اوكسايدز، يعني شنو؟ مؤكسد، يأكسد منو؟ منو؟ بكتيريا، عفوا بكتيريا، بس خلينا اخر هذه قلم، استغفر الله، صار ما يكتب. يأكسد البكتيريا ويأكسد المواد الأورجانيك العضوية، هذا من الكلوراين، هاي احفظوه هيك، يؤكسد المواد العضوية والبكتيريا. أما برمنجنات المغنيسيوم، عفوا برمنجنات البوتاسيوم، وبعد من وياها واليود اللي هي KMnO4 واليود اي، هذول الاثنين شو يسوون؟ هذول عوامل مؤكسدة، يعني هم يختزلون المواد. شوفوا عوامل مؤكسدة، عوامل مؤكسدة اوكسيدايتس اجينت، شو يأكسدون او وين يستخدمون؟ يستخدمون لغرض الانفكشن، العدوى، او لغرض شنو؟ الجروح الطفيفه، شنو بالله الجروح الطفيفه؟ مينر كات. اذا جاني سؤال قال لي البرمنجنات تعتبر عوامل مؤكسده ولا مختزله؟ عوامل مؤكسده، واليود ايضا عوامل مؤكسده، وين يستخدم؟ بحاله الانفكشن، العدوى، او الجروح الطفيفه. اما الكلور يعتبر مؤكسد، ترى مؤكسد يعني هو عامل مختزل، احفظوه، مؤكسد يعني هو عامل مختزل. ليش قلنا العامل عكس العملية؟ العامل عكس العملية، عامل مختزل يعني هو يؤكسد المواد، عامل مؤكسد يعني هو يختزل المواد. فاذا جاني قال برمنجنات تعتبر مؤكسد لو مختزل؟ عامل مؤكسد ولكن هو يختزل المواد. هانطتكم اياها من كل الابواب، كل الفرات، ممكن تجي وممكن ما تجي. فهمتكم ياها انه الكلور هو يؤكسد المواد ويعتبر عامل مختزل، البرمنجنات هي عوامل مؤكسدة ولكن تختزل المواد، تمام. قال لي كم KMnO4 برمنجنات البوتاسيوم is a strong، عوامل مؤكسدة قوية، ها جدا مهمة، اذا قال اعطيني عامل مؤكسد قوي قل له برمنجنات البوتاسيوم KMnO4.
عوامل مؤكسدة قوية جدا. هسه ذاكر لهنا قايل لي formaldehyde and sulfur dioxide، هذول المركبين ثنائي اكسيد الكبريت والالديهايدات او الفورمالديهايدات شبيهين are two reducing agents، تعتبر عوامل مختزلة. are two reducing agents، عوامل مختزلة. وين يستخدمون in disinfection، بالتطهير القرف. perfusively occupied by patient with infection disease. ها يعني شنو قصده؟ احنا بالمستشفيات مريض يطب للغرفة يتعالج ويخرج يدخل غيره، غرفة مو مال مريض، واحد مدى الحياة، فيقول لك تستخدم لتطهير الغرف التي يتم استخدامها بواسطة المرضى السابقين تجنبا للعدوى. تمام، اختصر لكم اياها. فوم الديهايد وبعد منه وال كبريت اللي هو سولفير دايوكسيد، ثنائي اكسيد الكبريت، هذن عوامل مختزلة. عوامل شنو؟ مختزلة. شو يستخدمون؟ لغرض الديسفكشن، لغرض التطهير. من امه فورمالديهايد وثنائي اكسيد الكبريت، عوامل مختزلة. إذن هم شنو؟ مؤكسدة. يعني شنو شغلهم؟ شغلهم الأكسدة. إذا قال لك الألديهايد والثاني أكسيد الكبريت هذا CO2 هل يعتبر مؤكسد لو اختزل؟ أكسدة، بس عامل مختزل. أنا ما أدوخكم بس أذكر لكم شغلتين خاف تجي. هن عوامل مختزلة reduces agent، ولكن هن مواد مؤكسدة. يعني قلنا الأكسدة عكس الاختزال. هذا صار عندكم ثلاث شغلات. الكلور مؤكسد ويضاف للماء حتى يقتل البكتيريا. اليود والبرمنجنات عوامل مختزلة، عوامل مؤكسدة يضاف من أجل المعالجة أو تطهير الجروح. طيب آخر شيء شنو عندي؟ الفورمالديهايد والسولفر دايوكسيد، يعني ثنائي أكسيد الكبريت والألديهايدات، شبيهن ذن عوامل مختزلة من أجل تطهير الغرف التي كانت يعني مسبقا للمرضى المصابين بعدوى معينة. ما أريد أدوخكم بس احفظوا ببالكم شغلة عمود تنتهي السالفة. أكسدة واختزال عندي ثنائيين يصيرن، عندي شيء اسمه عامل مؤكسد وعامل مختزل. العامل المؤكسد هو نفس المادة التي تختزل، والعامل المختزل هو نفس المادة التي تتأكسد. هيك بس هيك. هو إيش قالكم دكتور؟ قالكم الكلور هو مؤكسد، وقال لكم البرمنجنات هي عوامل مؤكسدة، وقال لك الألديهايدات هي عوامل مختزلة. هي هاي المعلومات اللي قالها وبس. الكلور للمي والبرمنجنات واليود يستخدم للش اسمه للمعالجة الجروح الطفيفة والعدوى، والألديهايدات والثاني أكسيد الكبريت يستخدم من أجل الغرف التي كان يقنطها المرضى الذين يعانون من أمراض معدية. هسه الغرض من التجربة، purpose of the experiment، calculate the normality of KMnO4، قياس النورمالية مال برمنجنات البوتاسيوم. الأدوات أو المواد التي نحتاجها للتجربة صوديوم مؤكسد وفلاسك يعني قارورة و2SO4. H2SO4 يعني شنو؟ يعني الحامض الكبريتيك. الإجراءات اللي نحتاجها بهاي التجربة، ناخذ تقريبا 0.13 جرام من أكسيد الصوديوم نضيفه إلى 250 ملي بالفلاسك بالدورة الزجاجي، ونضيف 20 ملي من H2SO4. خطوات قلت لكم أنه مو مطلوبة ولكن نقراها لأنه موجودة بالتجربة. وطبعا دورت التجربة ما لقيت إيش قد دورت، وإذا لقيت راح أضيفها قائمة التشغيل وراء الفيديو، وإذا ما لقيتها فهي ما موجودة لأنه هاي أكسدة واختزال. يعني أكسدة إنه مادة اللي تتأكل. فهنا إيش قال؟ اللي قال لك جيب لك 13 جرام من أكسيد الصوديوم وخليه ويا 250 ملي من محلول الH2SO4، وبعدين شو تسوي؟ سخن المحلول
الى درجة 60 سيليزي، وعاير الاسمه كيمنوفور ببطء، عاير يعني خلي بالسحاح وخلي تنقط. تول فيرست بيرمننت بينك كلر، راح يظهر لك اول شيء لون شنو، لون وردي. The solution must still be hot، لازم يبقى المحلول حار. At the end point، عند نقطة نهاية التفاعل. The end point، نقطة نهاية التفاعل، لازم اسمه تبقى 30 ثانية على الأقل. هاي الملاحظات اللي نقراها. بالنسبة للتجربة اللي المسألة بها قانون واحد فقط، معامل تي اف، معامل شو اسمه، معامل المعايرة. شنو قانونه؟ الكتلة على الحجم. وراها شنو عندي؟ النورمالية تساوي ألف، هاي قانون ثابت في معامل المعايرة، على الكتلة المولية، هاي قانون ما تتغير. هو ايش منطيني؟ منطيني كتلة وحجم، اقسمهن، معامل المعايرة يساوي الكتلة على الحجم، 0.13 على 3 شو يساوي الناتج؟ 0.043 كتلة على الحجم، جرام على الملي. زين، النورمال ايش تساوي؟ الف في معامل المعايرة على كتلة مولية، ويساوي الف في معامل المعايرة على 105، هنطنيها 158 بالحاسبة، اضرب الف في 0.043 في 0.105 يساوي، طلع الناتج 0.272 نورمالي. وكملت التجربة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.